اقتحمت عناصر من ميليشيا الحوثي منزل مواطن في مديرية النادرة شرق إب في ظل انتهاكات واسعة ترتكبها الميليشيا في المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ 9 سنوات. وقالت مصادر محلية إن عناصر من ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطن عامر الهميس بالمديرية بقصد اختطافه واصطدمت بمقاومة من نساء المنزل. وتأتي الحادثة بعد نحو شهر من اقتحام مماثل لمنزل المعلم صلاح البعوم والاعتداء على النساء.